للانتخابات رئيسا وأعضاء وإدارة. شكرا وتحية كبيرة لهم. السيد المستشار اللاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السيدات والسادة الكرام، مرحبا بحضراتكم جميعا في مقر المجلس القومي للمرأة في تلك اللحظة الفارقة من عمر وطننا الحبيب مصر، لحظة تتطلع إلينا أنظار العالم بأسره، لحظة انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية. كل التحية والتقدير إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية الهيئة العليا للانتخابات، يؤدي دورا وطنيا هاما في توقيت دقيق ويرأس أول هيئة مستقلة في تاريخ مصر يعهد إليها إدارة الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات الانتخابية والإشراف عليها. وكل التحية والتقدير إلى أعضاء وعضوات الهيئة والجهات الإدارية الخاصة بها، شكرا لكم. الحضور الكريم، شهد الوعي السياسي للمرأة المصرية طفرة غير مسبوقة، وأصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية والثقافية معنيات بشدة بالشأن السياسي، حرص منهن على مستقبل وأمن واستقرار وطن يحتضنهم ويعشقونه. الحضور الكريم، تمثل المرأة المصرية 49% من القاعدة الانتخابية في مصر، وتفيد المؤشرات أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الاستفتاء على الدستور عام 2014 بلغت حوالي 55%، وفي الانتخابات الرئاسية السابقة حوالي 54% من إجمالي أصوات الناخبين. وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بدستور مصر 2014 الذي تضمن أكثر من 21 مادة أنصفت المرأة المصرية، ولعل أهمها المادة 11 والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. الحضور الكريم، نخوض الآن حربا شرسة ضد الإرهاب، نتصدى له نيابة عن العالم بأسره. وفي ظل هذا ما زالت الدولة المصرية تمضي قدما في إقامة المشروعات القومية العملاقة، متبنية استراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية اجتماعية وتنموية جذرية. شهدت المرأة المصرية خلال 4 سنوات مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة، فقد بلغت عدد الوزيرات ولأول مرة 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية، تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد 40 عاما غيابا، تعيين أول امرأة محافظ وعدد 4 نائبات محافظ، تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، تعيين رئيس للهيئة النيابة الإدارية، تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي وقطاع مكتب المحافظ، تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا في مصر. ارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل إلى 66 قاضية، نطمح ما زلنا في المزيد. وأعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية في خطوة إيجابية، وقام سيادته بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية 2030 هي وثيقة المرأة للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام 2017 1,333,000 سيدة، مشروعات الإقراض والإدخار 18,000 سيدة، برنامج تكافل وكرامة والتحولات النقدية بلغ عدد المستفيدين منه 1,700,000 سيدة والمزيد يأتي. وعلى الصعيد السياسي، نجحت المرأة المصرية في وصول إلى 89 مقعد بالبرلمان المصري 2016، حيث زادت نسبة النساء إلى تصل إلى 15% بعد أن كانت نسبتهم 1.8% في 2012، عام حكم
متشدد حكم الإخوان المسلمين، والذي بدأ إن بدأ في التحكم في مقدرات المرأة المصرية بإلغاء كوتة أو تمثيل المرأة المصرية، وإن كنا تركناهم فترة أطول فكانت ستلغى كل حقوق المرأة المصرية، ولكن المرأة المصرية أبت أن تؤخذ حقوقها رغما عن إرادتها. وفي إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة، تم تغليظ حقوبة الختان، التحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث. تم صدور قانون تنظيم العمل المجلس القومي للمرأة أو مناقشته في البرلمان. كما شهد عام 2015 إطلاق استراتيجيات وطنية خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها وبين بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف. السيدات والسادة، كانت المرأة المصرية ولا تزال هي المدافع الأول عن البيت والوطن، هي القوة الناعمة التي تحمي الوطن وتبديه بروحها. أستحضر الآن لحظات تجسد أهم صور الوطنية في التاريخ الحديث. مشاركة المرأة المصرية في الصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو، لم ترهب، لم تخف، رفعت فتيات وسيدات مصر الكروت الحمراء مكتوبا عليها ارحل، حين شعرنا خلال هذا العام أن الوطن مهدد بالانقسام، وأن الهوية المصرية في خطر، وانحاز الجيش المصري الباسر العظيم والشرطة الوطنية إلى إرادة الشعب المصري، وتم هزيمة هذا المخطط الذي كان يسعى لإسقاط الوطن. ثورة 30 يونيو معجزة، بس لم تنتهي بعد. إن كان الجيش والشرطة هما خط الدفاع الأول والثاني عن هذا الوطن، فخط الدفاع الثالث هو المرأة المصرية، وهذا موقفنا. نتذكر طوابير سيدات وفتيات مصر وهن حاضرات بقوة في جميع الاستحقاقات السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو: الاستفتاء على الدستور، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية. لقد كانت طوابير السيدات هي أبهى المشاهد. إن المرأة المصرية هي من حمت وأنجحت جميع الاستحقاقات السياسية والدستورية، كانت بطلة مشهد الانتخابات الرئاسية، ومشاركتها في عملية التصويت كانت الأكثر إبهارا. سيدات وفتيات مصر، عظيمات مصر، المرأة المصرية الوطنية هي من تقدم ابنها، زوجها، أبيها، أخيها فداء للوطن في الحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الآن. تهدي أرواحهم للوطن، لا تحزن، لا تبكي، بل تزداد فخرة وعزة وقوة، تدفع أخيها إلى مواصلة مشوار التضحية والفداء، تهديه هو الآخر لشهيدا للوطن. والآن جاء دوركم لتستكملن المشوار الوطني بدأتموه. مصر تناديكم من جديد، كنتم دوما خير سند ودعم للوطن. إن صوتكم سيريح قلب أم الشهيد، زوجة الشهيد، ابنة الشهيد، وابن الشهيد وابنته التي لم تنجب بعد. سيريح قلب أم شهيد ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن نحيا جميعا في أمن وأمان. في بنات سيدات عندهم 27 سنة زوجهم استشهد في العمليات الحالية ولسه ما ولدتش ابن الشهيد. صدقكم أمانة، صدقكم هيريح قلوب سيدات مصر كثيرات. تحية لكل أم وزوجة وأخت. السيدات والسادة، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة تحت شعار صوتك لمصر بكرة، توجهت إلى المرأة في الكرة والنجوع لتوعيتهن إن صوتهن أمانة، وإن دورهن هام خلال المرحلة القادمة لمساندة بلدهم والوقوف بجانبه وعدم التنازل عن المشاركة بصوتهن في الانتخابات الرئاسية، وتشجيع أفراد أسرهن للخروج والمشاركة في الانتخابات المقبلة للقيام بدورهم تجاه مصر. وقد وصلت الحملة إلى مئات آلاف البيوت الآن. واستكمالاً لتلك الحملة، أطلقنا حملة أيضاً لطرق الأبواب بجميع المحافظات المصرية، محافظات الجمهورية، يتم الاستعانة فيها بالقيادات التنويرية في المجتمع المحلي مثل الرائدات الريفيات وأعضاء فروع المجلس القومي للمرأة ومجموعة معاً لخدمة الوطن من معلمات الكنائس من وعظات وزارة الأوقاف. سيدات وفتيات مصر،
رسالتي إلى كل فتاة وامرأة مصرية، انزلي وشاركي، سمعي صوتك، ما تقوليش صوتي مش فارق، ده صوتك مش لازم يفارق، كوني إيجابية، صوتك هيفرق في حياة ولادك اللي جاية. شاركي، ارسمي طريق لأحلامك، ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر كله في إيديكي في هذه اللحظة. صوتك مستقبل أولادك، كملي المشوار، كوني القدوة لأولادك. صوتك النهاردة ليكي وبكرة هيكون ليهم. المعركة ما زالت مستمرة، مصر محتاجالك. مرة تانية، مصر في هذه اللحظة محتاجة لكل صوت من أصواتك. حكاية مصر أنت اللي بتكتبيها وأنت اللي هتكمليها. نساء وفتيات مصر العظيمات، صوتكن في الانتخابات الرئاسية القادمة هو كارت أحمر للإرهاب، هو كارت أحمر للتطرف، هو كارت أحمر أمام العالم بأسره. وسعيدة ببنات مصر اللي لابسة أحمر طرحها كلها، سعيدة بيكم، شرفتونا. وختاما، فتيات وسيدات مصر، صوتكن لمصر بكرة حان الوقت لتعلن المرأة المصرية عن إرادة حرة تبهر العالم من جديد. نريد أن نعلنها مجددا، لن يخيفنا إرهاب، لن يخيفنا إرهاب. ماضون في مسيرتنا، سنعبر عن إرادتنا بقوة، صوتنا للاستقرار والأمان والتنمية، صوتنا لمصر بكرة وكل بكرة بإذن الله. شكرا.